بنكمل بقى عشان برضو من ضمن الجوائز توماس توخل كمان فاز بجائزة أفضل مدرب مع تشيلسي، وهو مدرب عمل إنجاز حقيقي قوي جدا، والفوز بدوري أبطال أوروبا حاجة أكيد كانت محترمة. وخليني أقول لحضراتكم برضو هو قاد الموسم اللي قبل اللي فات برضو بنهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، ويمكن هو وقتها خسر بهدف أمام البايرن، بس برضو قدم يعني بطولة كانت كبيرة وعظيمة. هو اسم برضو كبير جدا في عالم يعني المدربين. طبعا.